مباريات متواصلة، الأشواط متواصلة شوطا يليه الشوط الآخر، انطلق وعلى بركة الله شوط الختام لهذا اليوم ولهذا المساء لسن المفاريد البكار من المسافة ألا وهي 2 كيلو. شوطنا 20 نبدأ وإياكم مع هذا التحدي ومع هذا الانطلاق من مهرجان ولي العهد للهجن لنسخته 5 لعام 2023 المقيم على أرضية هذا الميدان، ميدان الطايف لسباقات الهجن. ننطلق وإياكم، أنا اندفع مع المركز الأول ومع انطلاقة مبارك بن سالم بن وحير الفهيد المري، مع انطلاقة درة ومرحبا بدرة من تنطلق مع المركز الأول. المركز الثاني القادم شعار محمد بن عبد الرحمن بن فالح المخاريم الدوسري مع انطلاقة العفري ومع اندفاع العفري مع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر القدوم والتواجد في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار القادم والمتواجد في هذه اللحظات، شعار هادي بن صالح يتقدم لكليب اليامي مع انطلاقة حمية، وأيضا تدخل شعار متعب بن جابر بن ربيع بن مخيزيم المري مع انطلاقة نواصي، ولكن السناري خطير مع الصداوية غيرت واحتلت المركز الأول. عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري باحث عن النقطة الثانية في هذا المساء مع اندفاع الصداوية، تقدمت مع المركز الأول، اندفعت كي تمثل أبناء الشحانية بشعار السناري، ولكن متعب بن جابر بن ربيع بن مخيزيم المري مع انطلاقة نواصي أيضا شعار القعيط واصل وقادم بكل قوة، والشعار الواصل ريان بن صالح بن مسلم آل علي مع انطلاقة معزة والقادمة بكل قوة المتواجدة في هذه اللحظات. من تدخلت هنا بشعار محمد بن سالم بن محمد الفهيد المري، ولكن نعود إلى الصداوية وانطلاق الصداوية مع المركز الأول. عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري، الله يا هذا الدخول، الله يا هذا الانطلاق من قبل هملولة، غيرت واحتلت المركز الأول أيضا معزة واصلة بكل قوة، ولكن محمد بن سالم بن محمد ألف هيد المرية انطلقت هملولة، ريان بن صالح بن مسلم قادم، الصعري واصل مع معزة، الله يا ابنائي نجران، ابنائي نجران غيروا في الامتار الاخيره، انطلقت معزه، ريان بن صالح بن مسلم العلي خطف النوماس، تهانينا يا ابنائي نجران، تهانينا على هذا الانتصار المسائي الجميل وهذا الختام، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني محمد بن سالم بن محمد الفهيد المري مع هملوله. المركز الثالث شعار عبد الله بن مسفر بن محمد الرزق اليامي مع سيوف، قدم لنا سيوف الرزق من احتلت المركز الثالث. إذن متابعينا الكرام مشاهدينا الافاضل، تهانينا لمالك معزه ريان بن صالح بن مسلم العلي بالليث الصعري من قدم لنا معزه لتنتزع المركز الاول، والتوقيت الزمني 3:14:55 المركز الثاني محمد بن سالم الفهيد المري مع هملولة 3:15:44 المركز الثالث شعار في هذه اللحظات عبد الله بن مسفر بن محمد الرزق اليامي مع سيوف، التوقيت الزمني 3:17:05 المركز الرابع شعار عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري مع الصداوية، والمركز الخامس في هذه اللحظات شعار فهد بن خيران بن بيشان الرزق العجمي مع مزاجي، تهانينا وألف مبروك يا مالك معزة، حسمت هذا الانتصار وهذا النوماس الا وهو شوط الختام، تهانينا يا ريان يا بن صالح يا بن مسلم يا العلي يا بالليث يا الصعري يا مالك معزة، تهانينا لأبناء نجران وبالتحديد إلى أبناء شرورة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. حضارتنا وللعالم نترجمها رئيس العرب مالك على رب السما تذكار الوقت ما يقدر يغير من معالم
على خفر.